الجمل يصبر على العطش سفينة الصحراء جمل جمل تجمد يا طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام، سلام، كيف الحال؟ الحمد لله، ايش اخبارك؟ لا لا هند صدق نسويها، والله ما علينا خلاف، نحمد الله ونشكر احسن الله عزاكم. ليه؟ ما ادري، اسود في اسود ومحزنات، قلت اكيد شيء. اي ترى ليش ربطتوه بذاك الشيء؟ ها؟ ليش ربطتوه بالعزاء؟ ما ادري، انا اشوف التمثيليات المصريه الا منه واحد مات. لا حتى عباياتنا سوداء تمثيليات. ها طيب ليش معكم ضايقات؟ والله ما ادري عنكم، كل ما لبسنا اسود لسه قاعد تنعلي، خلينا نكشخ. يلا هي اكشخي ماشي زحمه. كيف حالكم؟ عساكن طيبات؟ الحمد لله. انت اخبارك علومك؟ والله ما في زحام، في زحام من النعم، يا ربي لك الحمد. الف مبروك على التوثيق، ولا على الخطبه، ولا على درع ال 200 الف، ولا على ايش بالضبط يعني؟ الله، يعني الف مبروكات. الله، يعني الف مبروكات. والله ما هو مبروك واحده، اي الف مبروكات. ايه بركات كثيرات يعني، تستاهل كل خير والله. ايوه الله يسعد روحك ان شاء الله، عقبالكن ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نفوز عليك الحين. انتوا باقي ما صاهرتوا؟ وشو ما تجوزتوا باقي؟ شو اسمها الكلمه الاولى؟ وشرح لنا وش معناها مصاهره، يعني تصير صهري لك شو بدك؟ اه فهمت الحين. قلت ايوه ايوه، شفتي كيف؟ يلا لا انا عندي الصهر او تساهرته، انه تذويب الحديد. ايه فهو يقعد سهرته. وشو ذا الدبل الدبل يا جماعه؟ ما عندكم فنطه والله. شوفوا حبايبي، ترى دائما اذا دخلنا مع سعيد يفوز علينا ويحكمنا احكام ما ادري ايش قايله، صدق مو حق اليوم. لازم اوقف عند حده، اليوم لازم اوقف عند حده واسوي. بعدين ما شاء الله، وش ذكرت هذه حقت الفنادق هذه؟ ما شاء الله. وشي هذه الماسه تي مدري كنبه خشبه من فوق بلاط، هذا الرخام ما شاء الله تبارك. ايوه بكم هي تي؟ بكم هي؟ هذه الحالة تجيك 3000 مع الطاولة حقتها الماسة الكبيرة 4000. والله ما أدري من اللي شرتها. وبعدين إيش حقت فنادق؟ وش يعني؟ لأني مرة قد رحت إعلان في الرياض وسكرتني الشركة هذه حقتها، سكرتني في فندق 5 نجوم. تخيل اللمبة، تكيف تشتغل اللمبة؟ كيف كذا؟ رب المصحف، إذا مشيت في السيب اللمبات مقفلة، إذا مشيت تشتغل لمبة فوقك، بعدين الثاني فندق سمعت واحد ورب المصحف اللي ما تكذب. إذا سمعتوا كذا اعرفوا انه قاعد يصفق الأفجارة. والله أنا أول ما دخلت الفندق ما أسمع إلا صفيق، قلت ما شاء الله الكهيل يصلون. يا ولد حبايبي الجولة نبي نفوز، خلونا نفوز عليه، حرام عليكم. ما 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 تفوزون إن شاء الله. ما تكبيس يا إخوان، وروها قوتنا، وروا قوتنا. وروح ذحين من فيكم مي؟ انا واللي تحتك وش اسمها؟ اسمي بدر البدور. ها اسمك بدر البدور؟ ما شاء الله عشت الاسامي والله. الله يسلمك. ليش مستغرب؟ ما عجبتك؟ انت لقبك يعني لقبك من البدور؟ لا خلاص بغيرها، انا اسمي بدور التوت الحدوته. يعني حتى انا حتى انا حتى دروسك ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله. ليش تدعي انت؟ انت وش تحضرين جن انت؟ انت ليش شنبك كانه برواز؟ احسن من شوشتك هذا اللي بها ميله، الفرقه تجي في النص. ما هم من هنيه حلوه. ما عملت حتى فرعون قال ربكم الاعلى، ما حد صدقه ترى. لا تمدحين نفسك. فرعون فيني ربط الاحداث. لا تمدحين نفسك، لا تمدحين نفسك. لا بمدح نفسي، اذا مدحت نفسي انتظرك انت تمدحني. اختك تمدحك. لا امدح نفسي بعد. ايوه امدحيها يا اختها. بدو انا شو تجنني؟ الله يجعلني اخذ. لا تمدحينها، ما يشهد معي عروس الا امها. لا تمدحينها. ليش؟ حبايبي خنفوا. وليش لا تمدحينها؟ لا ما يجوز. لا عشان انكم تقربون لبعض، والله ما يجوز. خلنا تذني. ما نقرب لبعض، احنا خوات. احضني. يا جماعة الجولة طيب لا يفوز بها. بعطيكم حكم خفيف ظريف. لا يا جماعة الجولة نبي نفوز، ما نبي حكم لطيف. طيب انتوا دحين ما شاء الله فاتحين بث من المجلس والجوال في الصالة، كيف تلحقين الشاشة؟ صدق والله احس الجوال ما شاء الله بعيد. مو بعيد، هو قريب مرة.
طيب كيف كذي انتن بعيدات؟ هو كذا لما ندخل قصه نصير كنا بعيد، ما ادري كيف. من جدي والله. انت تلعبين بالجوال كذي مايل؟ لا لا قدامنا يعني نشوف الكومنتات ونشوف وجهك زين، شوف كل شيء. يعني خسرنا خلاص، نفقد الامل. ايه عوافي يا قلبي على اللي صار لك. يا قلبي تعب تعب. الحكم الأول نعطيكم أحكام خفيفة لطيفة حبابة. لا لا في حصانة. هيا جينا فلسلس هذا الحين. نستاهل حصانة. لا تفقعون قلبي، دخيل أمكم. والله العظيم لا تفقعون قلبي. هاي ها قل. الحكم الأول. ها عشان. كل واحدة تدخل إصبعها في إذن الثاني. جولة كاملة. بس تعال جوله، لا مو بجوله عاد. خلاص ثلاث دقائق يعني جوله امشي. ثلاث دقائق الجوله خمس دقائق، لكن اسمعي لو يطلع اصبعك من اذن اختك ترى حصان على طول. يلا خليك منك كذي. يا حرام وش الحركات ذي؟ لا الحكم مستمر. كيف نقبل؟ اصبر خلني اقبل تراسك. يلا ثلاث دقائق بس، بسم الله بدينا عاد. شو تسوي الحكم؟ تكفى موزون عليك. دخل اصبعك في اذنها. خلنا نحط اصبعه في خشمه. دخلي الاصبع في الاذن اللي تختفي المناكير، باقي حشي ضعها له، حكي دماغها. يا يا ادري نظيفه لنا خيرك زين. اي بسرعه تسوي ايش يسمونه؟ ايش يسمونه؟ خلونا نفوز. يا عيال يوم تحشون عود الاذاني في الاذن وتفرون تفرون تفرون يطلع كما قال ذي وش اسمه شمع مدري ايش شموع. حكمه يقهر اصبر. خلنا نفوز صدق يقهر والله العظيم. خليه يحط اصبعين اثنين في خشمه. رب الكعبه يا عيال لو يفوزون علي، ورب والله لو فوز خليه ويطلعون الاول والتالي. دخيلكم دخيلكم يا ربعي تعاوشوا. لا لا خليك تحط اصابعك كلها لين يعني تدخل كلها في خشمه. الجوله. اسمع ترى الحياه اخذ وعطاء زين، مره لك وثلاث مرات عليك يعني الحين. وانت ما عمرك عطيت. تعبتني تعبت. الدنيا احساس ووفاء وانت ما عمرك وفيت. 17 حلاوه من 17 يسامحك روح كريتك فيني جروح. يلا بايبي. وش في العرق المغربي يا حمارة؟ 17 حلاوه يا اخوان. ايوه تحاوش يا مسلمين. جولة. يلا قولوا انا احنا اسفين يا عمو سعيد واسامحكم. حيكم. يلا قولوا. شو نقول؟ قولوا احنا اسفين يا عمو سعيد. احنا اسفين يا عمو سعيد. ليش قلتيها؟ ليه؟ يلا باقي الثانية، باقي الثانية ولا ما ينفع؟ مو عمو عمو يعني. عمو هو عمو صدق. طيب باقي قلتيها عادي. باقي الثانية يلا قولي قولي حتى انتي. طيب يدي عورتني بسرعه. لا ما راح اقولها انا بدي خلاص شيلي لبك. هيا خلاص اختك حسوديه. خلاص انا فزت. انا فزت قلتها والله العظيم ما تطلع من ليش اقولها. اه خلاص هي تعبتها تشنجت بقعة واختها وجهها صار اخضر من ريحه دغدغها. ريحه وشو؟ ها؟ ريحه وشو؟ ريحه شوشتك يعني. يا حلو ريحة شوشتها شامبو دائما. يلا هاي انقل هناك. شكرا يا فيصل بس انا نبغى نفوت. فوزونا اخلصوا دبل يا اخوان. تربل تربل الله المستعان. خلاص عاد انقل ثلاث دقائق. خلاص يا طيب ليه وش معك انت مره متحمسه ريحة فيصل؟ يلا ما راح نفذ مره ثانيه. ليش؟ طبعا الحين فزت والله. تونا دقيقتين باقي. اي يمكن نفوز عليك الحين. خاف لحد تربل بقعة جنية ولا تضيعة. المشكلة على الله. لا اضحك اضحك بس انت بعد. خلينا نغني على خيبتنا. يمديكم يا ذنبيك نحو الطريق هيا نعلم بأن لن يعيقنا. بنات بالله احذفوا ذي اسمها شوشو. من يتي شو شو؟ ما حد يعرف. لا كنها هذه ها؟ آه؟
عادي ترى امزح معكم، ليش معكم كذي؟ اه اوكي قالت كلب بوليس. حبابه حبابه عادي خذي استغفر والله يا اخي عتوب استغفر الله. يا ولد ربك عملت شخصيتي قوية يا ولد، اثرني هيبة يا ولد. لا والله مو بشخصيتك بس صوتك يعني التون حقك عالي شوي. التونة؟ ايش انا يا بستهتا عالي. ضحكني وهاب ليش حقيني طول. هو تبع الرياكشن؟ ايه يا جماعة آخر ثواني تذكرة والله ما يخلص 40 ثانية يا إخوان بالله لا يجي الحفون دالحين الحكم حبابة وخفيف ظريف بس رب عقدوا شعوركم في بعض بس. لا هذه لا هذه مستحيلة تصير هاي سويناها واجد قطعة طب خلاص يلا كل واحدة تدخل أصبعها في خش مختها لا هذه مستحيلة تصير طيب ونعم والله تناطحوا ليش شايفنا ثيران عشان غترتك حمراء مش شرفت بده عشان كذا انا لابس احمر الثيران دائما تتجه نحو الاحمر عطني احكام صح يخلص تجيب الكلام لنفسك وليه يو طب طب خلاص بعطيك حكم حكم صوتي تمام ما قصرتم كبسين والله هذا اللي فوق ام شعر اسود ابغاك تقولين مناشف شراشف مفارش 10 مرات بدون ما تغلطين دي يقعدها مناشف مناشف شراشف مفارش مفارش مناشف شراشف مفارش مناشف شراشف مفارش شا مناشف فشاف شراشف مناشف شراشف كبدك ان شاء الله كملي يلا الثالثه الحين انت يلا دقيقه المحسه على شملان يا حبيبي مناشف شراشف وش اصلا كلمه الثالثه مناشف شراشف مفارش 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 خلاص قلت اكثر من طيب يلا الثانيه تقول قدع قعد وقدع قام ليش يصعبون عليك ليش 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 تحكم علينا انتنا اصلا لاني انا اعرف لسانك لسانك بوه ميله ثقيل يلا نفذي شو اقول قدع قعد وقدع قام لا اقولها بسلو موشن وبهدوء فهمني شو الكلمه من هو سلمان حكمين اي حكمين شفتي يعني كل واحد حكم طب اخي عطني الحكم طيب قدع قعد وقدع قام يلا قدع قام وقدع قعد 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 وعقارب سوء خلاص هاي سامح بسامح كلنا بس الله يلقي كلنا خير ودعناكم الله هلا 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 يعني كويسات البنت ذولا جوله معهم حلوه